السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم صابلي رائع جدا بالشوكولا لذيذ وسهل في التحضير. تابعوا معايا مراحل التحضير. ارجو الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر ثم على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. في المقادير غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال الحليب، 360 غرام ديال الطحين ديال الحلويات، 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، الخميره نصها، 120 غرام ديال السكر سنيده وشويه ديال الملحه، 100 غرام ديال الفيرميسيل ديال الشكلاط اولا الشكلاط مهرس. بالنسبه لي عجن الصابلي بيدو لا بروسيدور راه باينه. كنديروا الزبده مع السكر كنبدوه بحال البوماط، كنزيدوا الملحه الطحين الخميره في الاخير، داك جوج معلقات كبار ديال الحليب والشكلاط في الاخير. انا غادي نعجنو دابا في العجان. بالنسبه لي عنده العجانه ولا تيرموميكس، غادي ندير الزبده، غادي ندير الميزان وندير 360 غرام ديال الدقيق، من الأحسن يكون دقيق الحلويات. ندير نص خمارة د الحلوة، شوية ديال الملحة، السكر، جوج معالق كبار ديال الحليب. بالنسبة للثيرموميكس فقط اللي كنديرو لي زانغغاديون كاملين، اما العجانه بحال الكسعه كنديروا الزبده والسكر هما الاول حتى كيتعكوا لنا، وعاد كنزيدوا لي زانغغاديون الاخرين. غادي ندير 20 ثانيه بسرعه 6. الصابلي هو هذا، غادي ندير له داك الفيرميسيل ديال الشكلاط، وغادي ندير له 5 ديال الثواني سرعه 6. غادي نزول الصابلي، غادي ناخذ هاد العجينه هادي باش يجيني كلشي قياس واحد. غادي نحاول نستعن بهاد المعلقه هادي ديال لاكلاص، غادي ناخذ كويره نديرها بحال هكا ونحطها، ما نقرصها شي بزاف لانها هي اصلا غادي تكبر في الفران وغادي تسيح. نبقى مستمرة حتى نكمل، نحاول نبعدهم باش ما يتلصقوليش في الفران. من بعد ما كيوجد كنشعلوا الفران كيسخن على 180 درجة وكنطيبوهم واحد المدة ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقة، كل واحد على حسب الفرن ديالو. بعد ما كيطيب لو صابلي تيجي بحال هكذا، تيجي رائع في المذاق. غادي نزينو دابا بالشوكولا وباللوز ومحمر ومهرمش في الفران، محمر في الفران ومهرمش بحال هكا. الوحده غندير فيها واحد شويه ديال الشوكولا، ونفندها في اللوز بحال هكا. كنتمنى هاد الصابلي ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوه لان المذاق ديالو رائع جدا جدا وكروستيون. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو يوتيوب، في لاباج فيسبوك ملح حلو، ما تنساوش بارطاجيو الحلقه وبالصحه والراحه.